السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه السيسلفينيا وزهرة الطاووس لها زهور جميلة. طبعا يوجد نوع آخر السلبينيا جيليسي مشابه لها، ولكن أزهارها صفراء. طبعا هذه قريبة للبونسيانا، شبيهة لها، وللأسف بعض المشاهد تبيع على أنها البونسيانا، وأنا أعتبرها صراحة هي الأفضل، أفضل من البنسيانة. طبعا لها زهور جميلة وتجذب النحل، وتزهر في الربيع طوال الصيف تقريبا. طبعا زراعتها سهلة عن طريق البذور، وهي سريعة النمو كذلك. طبعا تتحمل درجات الحرارة العالية والمنخفضة. شجرة صراحة تستحق الزراعة، وهي سريعة النمو كما أسلفت سابقا. هذا ولكم خالص تحياتي وتقديري.